خلينا نقول ايه، عندنا السميد، عندي كوبايه لبن، كوبايه ميه، بيضه، كوبايه اللبن تبقى دافيه، بيضه، معلقه صغيره خل عشان يبقى هش، عندي نص كوبايه من الزيت، معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار من الخميره، البيره الفوريه، الفوريه مش البيره اللي هي الطبيعيه، 5 كوبايات من الدقيق، نص معلقه من الملح. انا بدهن وشه، احلى حاجه ليه العسل الاسود، بنخفه بميه وبنديها على وشه، بتديله لون كده حلو قوي في الفرن وطعم حلو ما فيهوش زفاره، مع رشه السمسم اللي حضراتكم عاوزينها. طيب نبدا نقول بسم الله، وهبدا كده ايه اروح للخليط. هناخد اول حاجه اللبن، خليني بس اشيل الاول الايه العجينه دي، شيلها لي يا محمد. ايوه تسلم ايدك. وهبدا اكسر هنا مثلا البيضايه بتاعتي، خد بس الجلافز كده ونبدا بقى ايه نكسر البيضه. هنحط كوبايه اللبن الدافيه دي، هندفيها ونحطها، هي دافيه عموما. طيب هاخد كده، خليني اخد البوله الكبيره دي، عندي اللبن وعندي البيضه، بعدين لما يجي العجين نضيفهم فيها. بسم الله، ادي اللبن الدافي، هكسر هنا البيضه بتاعتي، اتاكد بس انها سليمه وتمام اهي، احطها. خليني اخد شوكه كده او الويسك ممكن مع الزيت، نشيل بقى ده، خلاص خلصت مهمته. هنبدا بقى نعجن كده البيضه مع اللبن الدافي، كده هنحط الزيت ممكن نعملها بايدينا عادي جدا، انا بس علشان ببقى في الهواء او في الحلقه ببقى محتاجه ان انا اعمل وصفات كتير. تمام، خليني بس انزل بيها الحاجات السايله، هي كده كده العجاين قريبه من بعض فانا مش هيفرق معايا، هشتغل فيه. بسم الله، البيضه وكوبايه اللبن والزيت حطيناه هنا، شيل كده، هحط معاهم الخميره. بسم الله، وطبعا مع الخميره لازم السكر عشان يفعل الخميره. وخليني اضربهم ضربه كده بسيطه، عندي ميه دافيه، حط شويه صغيرين، مش هحط كل الكميه، هخلي شويه مع العجن. خلاص، في ناس تحب تجرب الخميره لحضراتكم، مش ضامنين الخميره اذا كانت كويسه او لا، معلش اعملوا خطوه الخميره مع السكر مع اللبن الاول شويه كده في كوبايه وقلبوها وسيبوها في جنب تخمر، اتاكدتوا انها عليت وخمرت خلال 10 دقائق حتى من غير ما تغطوها يبقى امان. نضيفها بقى على المقادير عشان في اصدقاء لينا ساعات يعني ايه الخميره دي بتبقى ساعات كده ايه مش مظبوطه فبتضايقهم، حرام ما تبوظ الوصفه كلها. بقى لنا قد ايه يا نودي؟ طيب هنعمل كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نقلب كميه الدقيق ده، بقى عامل زي كعب الغزال كده، حاجه كده عجينته خفيفه بس محتاجه منه التخمير. انا بصراحه يعني انا لو في البيت بحب احط معاه شويه من الدقيق القمح، اديه الحبه الكامله بيبقى طعمه كده مختلف تماما، وتقدروا تعملوه ميكس، بلاش تعملوه مره يعني من الدقيق بس القمح لوحده، مش هتحسوا بطعمه قوي، مش هيبقى حلو قوي وهش. طيب
بصوا بس على القوام. العجينه روعه. خليني بقى اخدها. طبعا المفروض العجينه دي تخمر، بس انا هعمل حاجه بقى. انا هاخد كده مع حضراتكم العجين وهروح هنا، وعندي شويه من الدقيق. هاخد كده العجينه الحلوه دي هنزلها، رائعه، وهبدا اعمل كده. العجينه دي روعه، بصوا بيطعموا كده تطعيمه حلوه قوي. هاخد بقى العجين ده هبدا اقطع منه على صاج واعمله شكل الايه، الصميد، بس احط ورقه خبز. بصوا بقى هنقطع فيه الضفيره اللي بنعملها للبنات الصغيرين. هناخد كده الكور، كور حلوه كده، هاخد الكوره كده كده هنا، هاخد حته كوره حلوه كده. طبعا ده لازم يخمر تخميره حلوه يعني. بعد ما بيخمر باخده اشكله، وبعد ما بشكله بسيبه يخمر تاني. شوفوا بقى اهم حاجه في المعجنات التخمير الاول والتاني، نحترمه علشان تطلع الوصفه حلوه. حلو الكلام، حلو الكلام، كلام جميل زي بوجي. طيب هاخد بقى انا كده، باخد هنا كده، شايفين باخد كده العجينه، ابدا ايه زي الصوابع كده هجمعها جنب بعض. طبعا لازم تكون خمرت، بسيبها ساعه الاول تخمر، وبعد ما بتخمر باخدها اعملها زي ما حضراتكم شايفين كده كور، وخلاص ايه نقلب الكور دي جنب بعض كده. ممكن تبقى اربعه، تبقى ثلاثه، الضفيره اللي تريحكم. خلاص وهعمل كده، وهمسك دول كده اوكي، وهعمل دي كده في العجينه تاني زي ما بنعمل، فاكرين كعب الغزال، نرول وبعدين نفرد وبعدين نعمل اهو. وهمسك كده وضفيره اوكي يا حبايب قلبي. كده وهعمل كده، وهاجي هنا هروح مدورها كده، شايفين؟ واحدة اللي تحت كمان اهو. شكلوها بقى الشكل اللي حضراتكم عاوزينه علشان ابقى شايفاها بس من هنا اهي. اعملوها بقى على اوسع من كده، لان طبعا هي هنا مش خمرانه، خلوا بال حضراتكم معايا. حلو الكلام. هاخد بقى من العسل الابيض، العسل الاسود ده، معلقه واحده بس هنا، اخفها بشويه ميه صغيرين قوي. وده تقدروا تستخدموه في كتير من المخبوزات، بدل البيض، بديل للبيض. هدوب كده منعا للزفاره، في ناس كتير بتتضايق، او بمكان بديل للقهوه سريعه الذوبان، هو بديله بس احلى يعني، بيدي طعم كده وتيست احلى اهو. هقلب كده تقليبه كويسه، وهاجي هنا بصوا لازم اخفه كده بالميه، وبعدين اجي اخده بالفرشه وهعمل كده على وش الايه، السميد من جميع النواحي. وبعدين هاخد سمسم، نرش رشة سمسم حلوة. سمسم بقى مش هحطه محمص، هحطه كده عشان يتحمص جوه الفرن فيطلع جميل وحلو. بقى لنا قد ايه معلش مخرجنا؟ دقيقة. تمام احنا كده تمام. عايزة اقول لكم بقى تقدروا تعملوا دي او ثلاثة كبار. هنستعرض بقى الحاجات الحلوة، نحط طبعا في الفرن. تطلع معاكم ان شاء الله كام صميطه كده، بصوا شكلهم هيطلع، انا عاملاه صغنن علشان يعني الولاد يبقى حاجه كده ملفته للنظر. حطوا بقى حبه البركه، حطوا سمسم اللي انتوا عايزينه، هو بيطلع كده جميل ورائع زي ما انتوا تحبوا.
والقرص الطاريه زي ما انتم شايفين. وطبعا هنطلع بقى نستقبل ضيفتي الجميله اللي هتشرفني وتنورني في الاستوديو، وهي دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. معاها بعد الاستراحه واجابات اسئله حضراتكم، واحنا يعني خلاص حضراتكم شوفوا احنا عملنا النهارده السميد بطريقه لطيفه، عملنا القرص الطريه بطريقه بسيطه وباللبن الرايب، وعملنا الفايش بكل الحاجات الحلوه اللي فيه، واتكلمنا عنه ازاي احنا نعمله هنا بسهوله عشان نبعت تحيه لكل اهالينا في الصعيد ونقول لهم تحيه ليكم، انتم بجد كنتوا بتتعبوا جدا جدا، بتعملوا احلى حاجات، احنا بنحاول نعمل حاجه قريبه منها، واتمنى تنول اعجاب حضراتكم.